انا يا مشاركه معكم في انتما مكفوفين وانا عندي اعاقه جسديه. عندي واحد مشكل كنلقاه من ناحيه ترونسبور، فاش كنبغى نمشي شي بلاصه غالب الاحيان كنوقف شي طاكسي ما كيبغيش يوقف ليا، وكنبغي نطلع من راسي نطلع للطوبيس، الطوبيس كيوقف بعيد ما كيبغيش يتحاز لراسي باش انني نطلع بسهوله، وهذا الشيء كيحسني بحال الانعزال والتطرف، وكنحس بقيمتي طايحه بزاف. يعني كيفاش زعما واش نتوما كتواجهوا نفس المشكله اللي كنواجهها انا ولا فرق كبير؟ وشكرا. والان نشوفوا الراي ديال الاخ نائب السيد رئيس جمعيه الوئام للمكفوفين بمدينه خنيفره مباشره بعد واحد اللقاء اللي كان داروا مع المجتمع المدني وحضرته الصحافه المحليه والوطنيه. الاخ انت كنتي كتشرح قبيله هو مع الاخوان كنتي كتشرح الطريقه ديال المكفوف والعلاقه ديالو مع المعلوماتيه باختصار استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية جمعوية لجميع الإخوان اللي حضروا معنا في النشاط، وكنشكركم على تلبية الدعوة. أولا الهدف كان عندنا هو تغيير الصورة النمطية المؤكدة على الشكل الكبير داخل مدينة خنيفرة، وبعد ما الجمعية قامت بنشاط رياضي كانت عرفت فيه بالطاقات الرياضيه اللي كيتصور بها عليها الشخص الكفيف، الان ارتئينا اننا ندوزو لمجال اخر ما هو ثقافي وكيفيه التعامل الكفيف مع الحاسوب، بحكم اننا موظفين داخل ادارات الضروره كتستدعي ذلك. هذا اللي خلانا نقربوا الناس من هذا المجال هذا، وكما كنواعدوا ان شاء الله الناس انهم الاغلبيه ديالهم انهم كيسمعوا بواحد الطريقه اللي هي طريقه برايل. كنوعدوا الاخوان اننا ان شاء الله غادي ننظموا واحد النشاط اخر غادي نشرحوا فيه ان شاء الله هذه الطريقه هذه بطريقه مبسطه حتى تكون وصل للجميع ان شاء الله. شكرا. وباختصار استاذي، وهذه رساله بالنسبه للمسؤولين المحليين لخنيفره، ما هي العوائق اللي كتعيشوها وكتطالبوا من السيد العامل والمنتخبين للاسراع بحل هذه المشاكل؟ هذا نداء ان شاء الله غادي يتبدل على الوطنيه فريس مباشره، وتنتمنوا السيد العامل انه يسارع لان المكفوف لا حول ولا قوه له. شكرا على هذا السؤال. كجميع الجمعيات المطلب ديالنا للسلطات هو انها تمدنا يد العون فيما يخص مثلا اننا مثلا مقبلين النادي ديالنا الرياضي مقبل على بطولة في الجامعة للأشخاص المكفوفين. حنا انخرطنا في الجامعة وغادي نبقى نمثلوا الإقليم، ماشي غادي نمثلوا الجمعية، غادي نمثلوا إقليم مدينة خنيفرة، ولهذا كنتمناو إن شاء الله السلطات تمدنا يد العون، لأنه كل ما تمدنا يد العون كل ما غادي نعطيهم ما هو اجود وما هو احسن ان شاء الله. اذا استنادا للخطابات الملكيه الساميه اللي كتقول بان راه يعني صاحب الجلاله ملك الفقراء، ملك المكفوفين، ملك المعوقين، نتمنى من المسؤولين باش انهم يردوا البلد. المشاكل اللي كتعيشوها وكتطالبوا من السلطات المحليه وخاصه في خنيفره ان تسارع لايجاد حل لهذه المعضله اللي كتعيشوها وانتم انكم مكفوفين امام المجتمع المدني. هو من ضمن الاشكالات الصراحه اللي تلقاو يعني داخل المدينه هو مشكل الولوجيات، يعني الولوجيات هناك اشكال يعني داخل المدينه، يعني المكفوف صعيب انه باش يمكن ليه يدي بلاصه يعني في الشارع العام، وبالخصوص يعني كتلقى يعني المشكل ديال يعني ديال الرصيف مملوء عن اخره، ما كتلقاش يعني مساعده يعني من المواطنين، وهذه من ضمن المشاكل اللي كنلقاو داخل المدينه. هل سجلت حوادث سير بالنسبه لشي واحد في الرفاق ديالكم؟ مادام ان كنعيشوا واحد العشوائيه في الشارع في انعدام الاحترام ديال المكفوف. الحقيقه صراحه ما على باليش، ولكن ربما يعني بعض الاحيان يعني كنلقاو يعني بحال يعني اللوغا ديال يعني ديال الشوارع كتلقى مفتوحه يعني ربما، ولكن انا ما على باليش انه شي واحد يبقى شي حاجه بصراحه. إذا ليروغار إذا ربما أن المكفوف في مدينة خنيفرة تيتشكى من الإهمال ديال المنتخبين، وخاصة أنهم تيقول لك بأن راه المشكل الخطير اللي تيعيشوا المكفوف هو ليروغار والحفر، وخاصة في المناطق الشعبية
واللي تعيش فيها ولد الشعب، وهذا هو المكفوف. وتنتمنى ان الرساله توصل. تحيه حميدنا.